ما يصير ابو حسين تكون معانا وما نتكلم عن الفنان الراحل رحمه الله عليه ابو عدنان. وكان محطه مهمه في حياتك، عتاويه الفريج، باي باي لندن، درس خصوصي، هذه اشياء مستحيل واحد ينساها. طبعا. فنتكلم عن هذه ابرز المحطه، هذه من ابرز المحطات اللي مرت في حياتك. ابو عدنان، ابو عدنان ابوي واخوي العود، ويعني انا بالنسبه لي كان قيمه، كنت يعني حتى في اخر عمل سويناه انا وياه اللي هو كان مول الهوايل بالاذاعه، يعني انا واقف اشعر كنت امام جبل، والله كنت اشعر اني انا واقف امام عملاق، عملاق كبير. انا تدوده، انا يعني انا يعني لما وقفت معه اول مره في فريج العتاويه، لا يا جماعه حلم حلم، لان انا يوم من الايام قبل لا ابدي لما كنت اشوف مثلا بساط الفقر، درب الزلق، اي ودرب الزلق، كنت اقول اخ يا ريتني انا بس امر، بس امر 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 بالشاشه، يا ريتني انا واحد من الكومبارس اللي موجودين بال، كنت اقول يا حظك يا سمير القلاف. الله قبل الله نساوي يا صح سمير، هم اوجه له تحيه اخوي ابو حسين، هذا النجم الجميل اللي اسعدنا، ربي يسعده دنيا واخره. يعني كنت اتمنى اني انا اكون جزء، لما فجاه اي القى نفسي انا في فريج العتاويه دور وكبير وتقاسم بطوله، ولا مع منو؟ مع اللي انا كنت، اي انا رحت حضرت على همان يا فرعون، ما كان في تذاكر، وقفت اخر المسرح، قصيت واقف اطالع المسرحيه. الله والله العظيم، والممثلين يمثلون كلهم بلا صغر في احد، كلهم على عيني وراسي يعني، ولكن عبد الحسين عبد الرضا بالنسبه لي مو بس انا، الكل كنت بس اشوفه شلون يعني، ما له جمله بس اشوفه يتحرك، اطالع وين يروح وين يجي. علشان كذي في بداياتي انا ما انكر انا تاثرت في عبد الحسين عبد الرضا في بداياتي، اي كنت انا مثلا دائما اقلده طريقة كلامه، كانوا يقولون لي داود ترى انت قاعد تقلد عبد الحسين عبد الرضا، كنت محبه، فهذا مثلا يلا عاد يلا الله لي بارب ابي ابدا، هذا ايش فيك انت يا حلو ورحمه الله، كنت صح صح كذي كنت ما امثل مثله، الى ان فيما بعد مع هذا لقيت نفسي لا سويت لي خط بروحي وكملت. وبس طبعا انا ما يعني يا عقبها دشينا باي باي لندن، عقبها دشينا فرسان مناح، عقبها دشينا انت ابو حسين اصلا وصلت مرحله، مو بس انك انت طبعا تقلد يعني الراحل ابو عدنان فتره وبعدين بطلت، انت حتى اللي بعدك قلت لهم لا احد يفكر انه يقلد، وواحد منهم حسين المهدي امون عليه يمكن اقول علاوه، حسين المهدي ترى في بدايته كان يقلدك تذكر؟ اي حسين ايه؟ على فكره حسين يعني ايضا خامه من حلوه من هاي من القلوب الطيبه، من القلوب النقيه الصافيه الذهب. حسين انا بديت معاه في مسرحيه وشفت ان هذا الشاب يحبك، وانا احبه حسين، انا احبه حسين، حسين يعتبر ايضا واحد من عيالي، حسين يدخل بيتي، حسين صديق عيالي. شلون قلت له لا تقلدني؟ ها شلون وصلت مرحله قلت له لا تقلدني؟ كون انت حسين المهدي. بالفعل يعني شوف، هو بالفعل وشوف الانسان اذا حبك، انا احب حسين، انا احبه مو احبه، انا فيني عشق لابو عدنان يعني كتمثيل وحتى كشخصية، أثر فيني وايد لأنه وقف معاي ساعدني يا جماعة، ساعدني في يعني مثل ما كان يعامل ولده بشار كان يعاملني صح، لما كان حتى ينصح وهذا وبشكل كنت استانس، إيه خله يزفني لأنه إيه بالفعل يحبني، لو ما يحبني ما يقول لي كذي. أنا محظوظ على فكرة، أنا محظوظ جدا ولله الحمد وأحمد الله سبحانه وتعالى إني مثلت مع أبو عدنان في أجمل وأروع الأعمال اللي قدمها.